اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. ونورني وشرفني نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيم. منور الدنيا يا كابتن. كابتن ازيك؟ عامل ايه؟ زي الفل والله. مبروك. الفانيلا ملت شويه عليك. قصدك انا اتخنت؟ اه لازم اجيبها كده يا كابتن عشان هي بتكبرنا. الفانيلا بتكبر وبتحلي وبتحمس والله العظيم فعلا. امبارح من ساعه ما لبسنا التيشيرت يعني حاسين فعلا احنا رجعنا لاجواء الملعب والجمهور. يشوف والله الخير جاي ان شاء الله. يا رب يا كابتن يا رب. وجه الحمد لله الاهلي دلوقتي بقى على عرش جدول الدوري المصري، فرق نقطه واحده عن نادي الزمالك، بقى في المركز الثاني. اعتقد ان الامور رجعت لمجاريها. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بهني جمهور النادي الاهلي وادارته وجهازه ولاعيبته امبارح على الفوز الغالي امبارح، ثم النهارده التصدر للدوري من بدايته. ف وشنا حلو على النادي ان شاء الله، وباذن الله تعالى يوم السبت ان شاء الله هنعدي المباراه ديت، لانها مباراه من وجهه نظري ما فيش حاجه مستحيله في النادي الاهلي اكيد. وان شاء الله اولادنا مع الدفعه المعنويه وتصدرهم للدوري هتكون دافع من ضمن الدوافع اللي تخلينا المباراه ديت من بدايتها مع الجهاز الفني يبقى هناك سيناريو للمباراه، يعرف يعني ايه اجيب اهداف في الشوط الاولاني تؤهل الفريق الاخر انه معنوياته يبقى فيها نوع من الحرص الزياده، وبالتالي اولادنا الشوط الثاني ان شاء الله يقدروا ان هم يجيبوا الاهداف. واتمنى ان الشوط الاولاني ينتهي 5-0 باذن الله تعالى. يا الله يا كابتن والله مش عارف اعمل لك ايه والله يا ميدو. انا الحقيقه انا جاي معاك مخصوص علشان لما في بعض القنوات او بعض المحللين او في الاعلام ويبقى في نوع من التشفي من البطل. انت بتشفى من مين؟ انت بتشفى من بطل. طب انت هتهز منه ايه؟ هتخصم منه بطولات؟ هتخصم منه جماهير؟ انت بتخصم من نفسك ومن قدرك عند الناس، لانك انت عامل زي واحد بيستنى غلطه لبطل. اللي انا زعلان منه انه احيانا البعض مننا يصعب المباراه لدرجه ان انا حسيت انه صن داونز ده انا هلاعب برشلونه ابدا ميسي. والله ابدا والله. فانا بقالي اسبوعين مش موجود في القناه، فانا قاعد بغلي ان انا صن داونز ده يعني انا بصور للجمهور ان انا بلاعب حاجه عملاقه تاريخه ايه في افريقيا خالص بالنسبه للنادي الاهلي. احترامنا الكبير ولا حاجه بالظبط. وبعدين عمال اصعب. لا ما ينفعش يبقى الكلام ده موجود، لان انا الفرقه كلها وهي بتقابلني بتشعر بالخوف وتشعر ان انا بلعب لاخر دقيقه. وشفنا في كل مبارياتنا على مدى تاريخ النادي الاهلي واخرهم المباريات الاخرانيه اذا كان مع الاتحاد ولا كان هنا ولا هنا، كل ماتشاتنا ولله الحمد ولادنا بيلعبوا لاخر نفس والاخر دقيقه. مقصه امبارح لعبوا في ظروف صعبه جدا يا كابتن عادل، اكيد حضرتك مدرب كبير وعارف قد ايه كانت الظروف النفسيه صعبه على اللعيبه، وكسبوه باقل مجهود يعني طلعوا بالهدف وبيفكروا في مباراه يوم السبت المقبل باذن الله. بقول لك يا كابتن ميدو الكاس اللي احنا شربنا منه التيم المنافس شرب منه النهارده. انت النهارده مرهق، الزمالك مرهق بالظبط. طب انت لعبت قد ايه؟ ده انت النادي الاهلي من 7-8 شهور وبيلعب كل يومين ماتش. انت يعني حقيقي اول مره التيم المنافس للنادي يلعب مباراه مضغوطه مرتين بس بالظبط، مش شهور. وكذلك اولادنا سفر وانتقالات وعنف. احنا شفنا امبارح الماتش مفيش حمايه، الحكم مفيش حمايه، ازارو امبارح اتضرب كل انواع الضرب من فوق ومن تحت وكل اللعيبه. مشروع للمقصه انه يلعب، وانا بحييهم على ادائهم الرجولي طول المباراه، لكن الاداء ما يتحولش الى الخشونه المتعمده والعنف الزايد. انت على الاقل نلعب تنافس شريف ما يبقاش فيه نوع من انواع الاصابه. امبارح كان اكتر يعني لولا ان ازارو يعني جسمه خفيف ويعرف يتفادى الاصابه وكذلك اكتر من لاعب امبارح محمود وحيد عماد وحيد ضرب جامد جدا امبارح، ومع ذلك ولله الحمد بفضل الله ولادنا الاخر دقيقه متماسكين
الشوط الثاني صحيح بيبقى فيه نوع خسرنا ندفد طبعا انت لعبت ناقص في الاخر، لكن برضو من ضمن الحاجات المدير الفني والجهاز الفني عامل حساب يوم السبت بالظبط، فموزع اللعيبه. انا قلت قلوبنا في ماتش وعقلنا في ماتش يا كابتن. لا هو النادي الاهلي كل ماتش بماتشه يعني، انا بلعب يعني دوري ببقى تركيزي كله دوري. انا معلش عايز اسال لحضرتك سؤال بس عايز انوه لبعض النقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها، ونقاط مهمه جدا جدا جدا. لان انت مهما تقعد وتتكلم في تلفزيونات او في راديو او في اي وسائل مرئيه او مسموعه او حتى مكتوبه، عمرك ما هتنال من النادي الاهلي بشعرايه. دي كان اول رساله وجهها الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيمه للناس اللي بتحاول تنال من النادي الاهلي لما بيقع. الرساله الثانيه ان انت ليه طالما انت مش قد ضغطه المباريات بتطالب ان هي تلعب مباريات مضغوطه. يعني انا يعني الكابتن عادل دايما اسلوبه مبسط، بس انا باكد على النقاط دي لانها كانت نقاط مهمه جدا. ضغطه المباريات اللي بيعاني منها النادي الاهلي من بدري جدا يا كابتن عادل، ولما نيجي نقول يا جماعه ريحونا اديك شربت من الكاس، تاني مباراه مضغوطه، بس انت بتلعب من اول الدوري يا كابتن عادل وانت مضغوط مباريات، ما بين كانت بطوله عربيه، ما بين كاس افريقيا، ما بين دوري عام، ما بين ما بين ما بين ما بين، ودلوقتي اكيد كله هيشتكي دلوقتي من الضغط والارهاق، بس خلاص انت بتلعب فرق مرتاحه بقالها شهر بالظبط، وانت مضغوط كل 48 ساعه بتلعب مباراه وكلهم سفر، وذهنيا كمان انت ما بتلعبش في الاستاد ملعبك بالظبط، وحتى ملعب بترو سبورت مش الملعب اللي النادي الاهلي بيتمناه، فانت فرقه منها مش عارفه ملعبها. تخيل فرقه بتلعب في الدوري الممتاز بحجم النادي الاهلي مش عارفه ملعبها من غير جمهور، ومن غير جمهور، ده جمهورك ده. انا قلت في مره 70 80 واحد بينتقد بيقول لي، قلت له يا اخي من فضلك لما يكون النادي الاهلي بيلعب انزل اي محافظه، ولما الاهلي يجيب جول شوف رد الفعل وانت ماشي في الشارع، رد الفعل هتسمع ايه بالظبط، احكم بقى ساعتها 70 ولا 80 مليون اللي بيشجعوا النادي الاهلي. انا من فضلك انزل اسكندريه، انزل اي حته في اي محافظه في مصر وامشي كده والاهلي بيلعب، هتعرف جاب جول. اعرف بقى العدد المظبوط اللي انا مش ببالغ فيه، لانه النادي الاهلي ده تاريخ ووطنيه وكلام طبعا كل الاهلاويه عارفينه. اكيد يا كابتن، طالما حضرتك اتكلمت على الجماهير تعالوا ناخد راي الجماهير في الكويت. الجزء الثاني من التقرير اللي عملته الزميله هبه عبد الرحمن من تلفزيون الكويت وبعتته لنا، مشكوره جدا جدا. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع مع الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيمه. انا بقول ان شيء مما اتاه لا يستغربه، الاهلي عودنا على البطولات، احنا وراكم مهما حصل. يعني نتيجة يوم السبت أي نتيجة إحنا ورا الفرقة، جمهور الأهلي ورا الفرقة، أهم حاجة الدوري. الدوري لازم، الدوري السنة دي استثنائي، لازم ناخد الدوري السنة دي إن شاء الله. أهم حاجة ماتش المقصة نكسبه، ويوم السبت أهم حاجة اللعيبة تكون رجالة بس، تكسب تخسر اي حاجه تحصل، المهم ان اللعيبه تكون رجاله. كل اللي اقدر اقوله ان شاء الله املنا في اللعيبه كبير، وباذن الله هنشوف 11 لعيبه رجاله في الملعب وهيفرحونا ويعوضونا عن الماتش اللي فات، وباذن الله هيعوضونا اكتر من يعني قد ما هم احنا اتضايقنا وزعلنا، بس الحمد لله احنا برضو وراه وظهره، ان شاء الله هنفرح كلنا يوم السبت اللي جاي وكلنا في ظهر النادي الاهلي باذن الله. احنا حبينا نجمع النهارده عشاق النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، عشان يوصلوا للعيبه رساله واحده بس، احنا معاكم، احنا وراكم، احنا في ظهركم مهما حصل. احنا بنشجع كيان، بنشجع افراد، لا بنشجع لعيبه معينها، ولا بنشجع مجلس اداره محدد، ولا بنشجع جهاز فني، احنا بنشجع اسم النادي الاهلي، وعارفين ان انتوا على قدر المسؤوليه، وعارفين ان انتوا هتقدروا تصلحوا اللي حصل يوم السبت اللي فات ده، وان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقه فيكم، كلنا ثقه وبندعمكم بكل قلبنا ان احنا يوم السبت نشوف 11 راجل في الملعب. مستر هسارتي كمان انا عايزه اوجه لك رساله، we trust you as long as you said that the responsibility of what happened in Sundowns match, the first one, you take care of this responsibility, you and all the players, we trust in you, so please don't let us down, we trust in you again. لعيبه النادي الاهلي رجاله، يا ما فرحتونا، انتوا مخلينا دلوقتي بعد الهزيمه اللي فاتت دي ماشيين رافعين راسنا في السماء، ماشيين بنقول احنا اهلاويه، ماشيين ولابسين تيشيرت النادي الاهلي حتى بعد الهزيمه، فدي حاله معموله من سنين وهتفضل لسنين كمان جايه. لو سمحتوا خليكم على قدر المسؤوليه، واعرفوا ان احنا وراكم وبندعمكم مهما حصل.
شكرا ليكم في كل الاحوال، وان شاء الله ان شاء الله هنتقابل تاني وهنعمل فيديو تاني كمان علشان نحتفل مع بعض، حتى لو ما تأهلناش، حتى لو ما تأهلناش. انا عارفه الفرصه دي يمكن اقل من صفر في اقل من نص في الميه، لكن انا كل ثقه ان انتم مش هتدخروا نقطه عرق واحده بس عشان اسم النادي الاهلي. انا عارفه ومتاكده ان انتم كلكم عارفين يعني ايه شعار النادي الاهلي، عارفين يعني ايه الشعار بتاع النادي الاهلي يبقى على قلبكم في الملعب. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه تنسينا اللي حصل، نشوف 11 راجل في الملعب، وانا عارفه انكم هتعملوا كده. شكرا جدا ليك يا هبه. دي هبه عبد الرحمن زميلتنا من تلفزيون الكويت، مصريه بتشتغل في تلفزيون الكويت، اللي احنا شفناها اخر حد لابسه اعلاميه بدرجه مشجعه اهلاويه من الدرجه الثالثه شمال، يعني حاجه جميله جدا. شكرا جدا ليك يا هبه، وكنت جميله جدا، والتقرير بتاعك جميل جدا جدا. شكرا جدا ليكم، وده المطلوب منكم، وده اللي احنا مستنينه من كل الجماهير الاهلاويه في كل مكان. شكرا جدا ليكي، وان شاء الله لما تيجي تشرفينا هنا في قناه النادي الاهلي تنورينا وتشرفينا. بشكرك للمره المليون. ولو جه جول في الكويت، الاهلي بيلعب جه جول في الكويت، هنسمعه احنا هنا، هنسمعه هنا. يعني كابتن عادل، عايز لحضرتك سؤال. وانا عارف حضرتك بتختصر الاجابه جدا جدا، بس انا عايز اعرف من مدرب كبير زي حضرتك وشخصيه كبيره زي حضرتك، ايه اللي حصل يوم سان داونز، وايه الغياب المتكامل للفرقه؟ هل حضرتك عاصرت القصه دي وحضرتك مدرب شفت 13 او 14 لعيب بالحاله دي؟ الحاله دي وارده، مش هنفتكر، لا مش هنفتكر، انا عايز بس حاجه تانية. الحاله دي وارده ولكل فرق العالم. تمام. برازيل، في البرازيل بتتغلب 7 من ألمانيا. تمام. في البرازيل. تمام. كاس عالم. وبعدين برشلونة بيتغلب في فرنسا 4 وبيكسب 6-1 في أسبانيا. جميل. هو ده اللي أنا عايزه من السؤال. برشلونة في ملعبه بيكسب روما 4-1. وبيروح إيطاليا بيلاعب روما بيتغلب 3 وبيطلع من بطولة أوروبا. جميل. وارد إن تيم بحجم برشلونة وريال مدريد بيبقى يعني المليء بالنجوم والمواهب والامكانيات الماديه، امكانيات ماديه توازي ميزانيه الدوله فعلا، ومع ذلك حصل لهم الكلام ده. تيم برشلونه يتغلب 4 يتغلب 3 من روما، مين يقول كده؟ الناس كلها رايحه وعارفه ان برشلونه راجع، وارد جدا انه يحصل. بس دي من الحاجات اللي عمرها ما حصلت في تاريخ النادي، عشان كده كانت جديده، كانت جديده. وفي نفس الوقت الاعلام المنافس كان بيضرب تحت الحزام، مش كوره بقى، دي مش كوره، دي سياسه بقى ولا حاجه تانية غير كوره. انا وارد جدا كروية. في كره القدم الزمالك كان احيانا برضه 5 وكان كسبان اظن 4 واتغلب 5، حاجات كده وارده كتير. كره القدم احنا ما نتمنهاش للتيم المنافس لما بيكون بيلعب في افريقيا، لان احنا كلنا بنتمنى للفرق بتاعتنا انها تبقى على المستوى الافريقي، تبقى جميلة مميزه. جميل قوي. انما انا يعني احساسي باذن الله تعالى ان اولادنا ان شاء الله هيعبروا عن معدنهم الاصيل يوم السبت ان شاء الله. جميل قوي باذن الله تعالى. جميل قوي يا كابتن. هو ده كان الغرض من سؤالي للكابتن عادل، مش بنفكر حد بهزيمه ولا حاجه، وانتوا عارفين انا ضد الكلام ده خالص، ودايما باكد على رجوله لعيبه النادي الاهلي حتى واحنا في اسوء حالتنا، حتى واحنا في اسوء حالتنا. دي نقطه يا كابتن. اتفضل يا كابتن. الهزيمه، انا واخد 8 افريقيا، مين واخد 8 افريقيا؟ مفيش. واخد بطوله الدوري 40 مره، مين جنبك؟ مين 30؟ لا جنبك ولا حتى جيرانك، مين ولا 20؟ حتى في الدور ال 15 في الدور ال 12. فمعنى هزيمه مباراه ان انا العماره الكبيره قوي دي اللي مليانه اساس اسمنت مسلح ما شاء الله، حد هوا يقدر يهوى بناحيتها خالص. علشان كده الرساله دي بنبعتها للناس اللي هم يعني ارجو ان هم يبقوا رياضيين، عندهم روح رياضيه. مباراه كوره حصل فيها اخفاق، مش نهايه الدنيا، الكل يقف ورا النادي علشان يعدي هذه المباراه. لما نعدي هذه المباراه اعتقد ان احنا داخلين على افريقيا، ومن مصلحه الكره المصريه ان النادي الاهلي يكسب يوم السبت ان شاء الله، والزمالك يكسب في الكونفدراليه، والزمالك يكسب يوم الاحد ان شاء الله، بس ما يكسبش في الدوري يعني عشان الدوري، ولا خلاص بقى ما خلاص خسر. لا ما احنا لو اخر 10 سنين انا قاعد اخر 10 دقايق والله ما عارف انا بقول ايه. 10 الماتش فاضل له 10 دقايق وانا قاعد مش عارف انا بقول ايه بصراحه يعني. كانت مباراه صعبه قوي للمصري والزمالك، كان فيها برضه تجاوزات كتيره من يعني عدت الحمد لله. ماشي كابتن عادل،
انا مش ملتزم بالاسئله دلوقتي، هنرجع لها تاني. انا عارف ان زمايلي في العدد بيزعلوا من الكلام ده، بس هنرجع لها تاني ما تقلقوش. لو حضرتك متولي المسؤوليه الفنيه دلوقتي حالا في النادي الاهلي، تحفز اللعيبه ازاي؟ وطبعا الحوافز كتير جدا والدوافع كتير جدا، او حضرتك من الحوافز والدوافع ما تحفز بيه لعيبه النادي، لكن ابرز الدوافع والحوافز ممكن تحفز بيها لعيبه النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه جدا ممكن تبقى ايه؟ في النادي الاهلي ما انتش محتاج انك تحفز حد. انا عارف. محتاج انك انت هتقول تعليمات واللعيبه تنزل هتنفذها بحذافير. انا عايز انزل بدايه المباراه بقدر الامكان كل من له خبره افريقيه لازم يكون موجود في التشكيل. لازم. طب ماشي، عشان النقطه دي مهمه جدا يا كابتن. لابد. هل الخبره تعوض اللياقه البدنيه؟ لا، ما هو ما ينفعش خبره من غير بس بالزبط. لا بس في نقطه بس بالزبط. تبقى ايه غايبه عننا احيانا. انا عشان الكلام يبقى انا احيانا بيبقى عندي ناشئ 20 سنه وما بيأديش واجب دفاعي. تمام. وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. طيب امال النجم والخبره ده لما انا ابقى حاطط جنبه اثنين ثلاثه عناصر شابه ناضجه، رمضان صبحي لما يلعب جنبه، احمد فتحي لما يلعب جنبه، وليد سليمان لما مروان كريم ندفيد، خبره ولياقه. ما هي تواصل اجيال. اذا الفرقه اللي هي بتروح على طول مخلصه ولعبه بالاشبال على طول على مدى طويل، لا على مدى فتره قصيره ماشي تمام، انما على فتره طويله لابد يبقى فيه عناصر الخبره اللي بتدي شباب ناضج، اللي بتدي شباب بنسبه قليله. تمام. لازم في الماتشات اللي زي دي وفيها جماهير كبيره وخاصه ولادنا الصغيرين، هم مش صغيرين في المصغرين في السن، انما هم كبار في الاداء، كبار في الاداء وفي الرجوله وفي كل حاجه. بقى لهم فتره كبيره 3 4 سنين او 5 سنين مفيش جمهور، فمش متعود ان هو ينزل يلاقي جمهور بيدفع او جمهور زي في جنوب افريقيا. تمام. جمهور عمال من بدايه المباراه عمال يحفز 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 الى جانب اخطاء تحكيميه متكرره، ضربه جزاء مالهاش علاقه بضربه الجزاء، ودي وانت عارف الماتش ده من يعني بعد ما جابوا الجول في عمرو السوليه في كره لعبت وعلى الخط الجول، وللاسف يعني لو كملت بالظبط كان هيبقى 1-1. تخيل بالظبط. ايوه ما كانش، ايوه كان سهل قوي، سيناريو الماتش كان سهل قوي، راح في حته ثانيه خالص. تجالك ضربه جزاء في الهدف الثالث وهدف من لمسه يد في الهدف الرابع، فخلصوا عليك كمان معنويا. وده الكلام اللي احنا بنقوله على بالنسبه للكاف، بنتمنى ان الفار يخش ويتمنى يبقى في حساب للحكام اللي هي دائمه الاخطاء المؤثره في نتيجه مباراه زي دي. مباراه زي دي ازاي ما يبقاش فيها فار؟ ازاي الاتحاد الافريقي ضعيف فقير ما شاء الله من يعني من الاتحادات الغنيه جدا جدا جدا، فانا ازاي الفار ما بقاش شغال والحكم يروح ده اي دوري في اي دوله، فما بالك الكاف؟ شوف 54 دولة وانت مش عايز تطبق. ليه مش عايز تطبقه؟ مش عارف، ما معكش فلوس يعني ولا ايه؟ فانا بس يا كابتن، هو سهل ان انا يعني اقول عندي مباراة مثلا اروح حاطط الادوات، بس انا ما اعرفش تجهيزتها ازاي؟ هل بتاخد وقت في التجهيز؟ هل تبقى محتاجة ان انا ابقى مجهز الاستاد اساسا؟ انا بلزم يا كابتن، انا معايا فلوس خلاص، انا في الانديه الكبيره الاهلي الزمالك الترجي الوداد، الانديه الكبيره دي واللي دايما صاحبه بطولات من غير يعني نوع من انواع المجامله لاي حد، بعمل في الدول الكبيره دي بعمل ادي لهم دعم عشان يشغلوا الفار. والله يبقى في القاهره الاهلي بيلعب، الزمالك بيلعب، يبقى في فار. الاسماعيلي بيلعب، يبقى في فار. طيب انت بتلعب في تونس، هل في خلاف ان دايما فرق تونس والمغرب والجزائر دايما في بطولات افريقيا في الكونفدراليه على طول مكتسحين؟ طب اذا انا بالزبط. الدول الكبيره دي ايه المانع ان انا ادعمها شويه شويه، ابتدي ادعم دول اخرى التصنيف الاولاني، ادي دعم يحس ان يطبقوا الكلام ده. وبعدين الملاعب تتصلح، ملاعب تتصلح. خلينا في جزئيه الفار يا كابتن عادل تحديدا، لو هم عايزين حتى يقولوا للحكم روح حتى بص في الكاميرا شوف الاعاده، يعني لو انت ما عندكش تقنيه الفار او صعبه جدا، ممكن الاتحاد الدولي يقول روح اتفرجوا على الاعاده في الكاميرا التلفزيون العاديه، هتبين لك اذا كانت ضربه جزاء، يعني في الحاجات اللي هي الحاسمه ضربه جزاء،
فاول بره 18 كره ما عدتش الخط كره عدت الخط ما عدتش يعني حتى ابسط الحلول ابسط الحلول لكن ضربه جزاء تحسب سواء الاهلي او زمالك او ايا كان يعني انا بتكلم في العموم والله العظيم ضربه جزاء تحسب في مباراه مصريه زي كده وكمان يعني تخليك تموتك اكتر ما انت هدف تاني هدف تالت من ضربه جزاء هدف رابع من لمسه يد باينه قوي فانا مش عارف برضه مش فاهم هو الموضوع ده تحس ان في حد مش عايز يبقى في عدل لانه انا معايا الامكانيات الماديه يا كابتن معايا الفلوس انا قلت لحضرتك حتى ابسط الحلول بص في الكاميرا يا سيدي مش بص المخرج في خلي المخرج يذهله على أوالله. عند الحكم الرابع مش عارف. يعني دي ابسط حاجه لحد لما يعني يفكوا بس المحفظه ويطلعوا الفلوس للناس بحيث انه يبقى فيه الفار ده انت داخل في دور الثمانيه انت في دور الثمانيه ازاي ما يبقاش فيه انا اعتقد انه انصاف تحكيمي باي وسيله عدل يبقى فيه عدل بس في العالم كله دلوقتي بيطبق الكلام ده واحنا قلنا الكلام ده من زمان على فكره وكان الناس بيقول لك يا كابتن تلفزيون ايه عصر الالكتروني اللي احنا عايشين فيه هيوصلك لبعد كده ان اللاين مان يبقى لابس حاجه بحيث ان الاوف سايد يبقى بالظبط باين بالظبط تخيل يعني ممكن ابقى فيه نظاره معينه بالظبط كنا بنقول الكلام ده على فكره ايام الفار وقلنا التلفزيون كانوا بيقول لك يا كابتن ايه في الكلام ده دلوقتي الساعه الالكترونيه يا كابتن عادل الساعه دلوقتي الالكترونيه بتعرف الحكم اذا كانت الكوره عدت الخط المرمى ولا ما عدتش اهو كده يعني الحكم في اوروبا يصفر ويقول لهم الساعه مبينه اللي هي عدت الخط لان الناس ضاقت التكنولوجيا ضاقت الظلم فعايز العدل بالظبط هتلاقي دلوقتي الدوري الاسباني والانجليزي وكل الدوريات فيها الفار فيها التطور طبعا للوصول للعداله التحكيميه اللي حضرتك بتتكلم عنها ليه لانك انت المقابل المادي عالي جدا المقابل الادبي عالي جدا ما ينفعش انك تتخرج مثلا تيم بحجم ريال مدريد او برشلونه او تشيلسي مريره او مانشستر كبيره كره تحكيميه بالظبط كره بنالتي ما تحسبهاش كره عدت الخط وما تحسبهاش طب انت خسرت ده النادي ده بطوله وخسرته مقابل مادي عالي جدا فعلا يجيب بيه لعيبه فعلا واحبطت جماهير فعلا مثلا ايه كل انجلترا بتشجع تشيلسي مثلا او بتشجع مانشستر سيتي فانت احبطت الجماهير دي وهم شايفين في الكاميرا ان هناك ظلم وقع طبعا دي كلها حاجات لابد ان الاتحاد اللي يهمنا جدا اتحاد الكاف تعالى انه يبقى فيه الفار ده لانه هو احنا ظلمنا في جولين وعلى الرغم من كده حدش مسؤول في النادي الاهلي طلع واشتكى واتكلم اكيد اكيد حضرتك اتفرجت على الدوري الاوروبي بتفرج عليه ابطال اوروبا اتفرجت على مانشستر سيتي وتوتنهام طبعا شفت يعني بنتكلم برضو عن اتكلمت مع كان معايا احمد السيد نجم الاهلي طبعا وكابتن فريق النادي الاهلي امبارح كنت بكلمه عن الغياب الذهني للمدير الفني ساعات كمان يعني جوارديولا اعظم مدرب في العالم دلوقتي اعتقد يا كابتن عادل ما اعرفش حضرتك تتفق معايا وتختلف معايا لا بتفق معايا في الدقيقه 88 وهو مغلوب فضل للدقيقه 88 عشان ينزل مين بقى يا كابتن عادل دي بروني وسانيه حضرتك متخيل الاسمين ممكن يعملوا ايه في الفرقه والسنه اللي الدقيقه 88 فما تفهمش برضو ايه التفكير لا هو مش سرحان ولا حاجه لان هو معاه اولا معاه صف طب حضرتك قررها لي هو يعني فاضل على الماتش دقيقتين وانا عندي اتنين بحجم دي بروني وسانيه عنده بعد بكره او اذا ما كانش بكره عنده ماتش في الدوري على بطوله الدوري الانجليزي وعنده ماتش تاني مع توتنهام الماتش اللي جاي هتلاقي دول بيلعبوا في البدايه اكيد لان الراجل ده اولا ده طور الكره في العالم كله عشان كده الراجل ده خلى حارس المرمى لاعب رقم 11 دلوقتي كل المدربين بيعملوا زيه كل العالم دلوقتي حارس المرمى هو بيبدا الهجمه اللي كانوا بينتقدوه وبعدين التجميع والاستحواذ مع الاستحواذ المستمر علشان افتح ثغره علشان اجيب جول اخترع كره جديده امال ايه دي حقيقه بصراحه الفكر ده ما حدش عارفه الا الراجل ده بالظبط عشان كده كله بيقلده استغربت من تاخيره انت تلعب برضه مباراه حاسمه جدا انت عارف على طول تبص تلاقي الكاميرا تيجي عليه بيتكلم عند المساعد بتاعه بيكلم المساعدين بتوعه لان في هنا في ستاف بالظبط ستاف كبير واقف بيساعده وبيحسبها له بالدقيقه فلان ده هينزل هيلعب 18 دقيقه مش 19 فلان ده هتنزله اخر 3 دقائق علشان هيعمل 1 2 3 عشان في تضييع وقت وفي كذا وفي هجمه مش عارف ايه هيمسك فلان السيناريو ده مش في الماتش ده السيناريو ده قبل الماتش
ثم اثناء الماتش بعد الماتش وبعد الماتش طبعا بيحضر له بالزبط. بيحضر له للماتش اللي بعديه سواء دوري او بطوله اوروبا. فالناس دول ما عندهمش سرحان، لا ده الدقيقه عنده بثمن، الدقيقه عنده بمليارات. فانا لا يمكن يكون بيسرح، لكن هو اعتقد انه بطوله الدوري ما بينه وبين ليفربول وتقريبا يعني ماشيين كتف بكتف. وبعدين عنده توتنهام ماتش جاي 1-0، اعتقد بل اجزم انه الماتش اللي جاي هيكسبه لانه اللي بيلعب كوره احلى، لان دي العداله المفروض بصراحه. اه كده يعني انا من كبار مشجعي جوارديولا، حتى لو راح نادي، لان انا بشوف اي نادي بيمسكه جوارديولا بيبقى شكله. انت شفت برشلونه مع الراجل ده، جوارديولا مع بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي، الله يفتح عليك. يعني الراجل ده ايه، زي ما بقول دايما بقول يا كابتن عادل، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا تختلف، كره القدم مدرب. اصل انا بقى احيانا بسمع في استوديوهات وبتاع يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين، لا، ويقول لك الماتش ده مش بتاع مدربين، ده بتاع لعيبه، لا. الكلام ده يوصل للناس البسطاء بيقولوا يقولوا ايه بالزبط. طب خلاص بلاش مدرب واللعيبه تلعب، مدرب يا كابتن عادل، مدرب. واللي بينتقي المدرب لازم بيكون على قدر المسؤول انه ينتقي المدرب. ما هو المدرب انت بتختار اللي هيبني لك العماره بالظبط، وبعدين هو بيختار اللعيبه اللي هتفك اللي هتفكره هينفذه لك بالظبط داخل الملعب بالظبط. وبالتالي هو المسؤول الاول والاخير قدام الجمهور. الاداره احسنت الاختيار بالظبط كده. لما تحسن الاختيار مفيش حد يهوب ناحيته. عمرك شفت جوارديولا او اي حد جه في نص الموسم وحد مشاه؟ ولا هو الوحيد. تخيل تخيل ان هو الوحيد اللي ما اكلش. انت عارف هو بيدرب برشلونه في الوقت، يعني قصدي هو بيدرب برشلونه، تعاقد مع بايرن ميونخ وكان لسه 6 شهور فعلا وهو بيدرب برشلونه فعلا. يعني هو بيدرب برشلونه وكان واخد بيه كل حاجه وماضي عقد مع بايرن ميونخ. ايه الفكر ده؟ ايه الفكر الناضج ده؟ هم طبعا بيتعاقدوا معاه ليه؟ علشان بعد ما يخلص هيكون محضر الجهاز بتاعه ومحضر اللعيبه اللي هيحتاجها وعامل الفكر اللي هيبقى محتاجه في طوال الموسم. وشفنا لما راح بايرن ميونخ، بايرن ميونخ لعبهم اتغير 180 درجه بالظبط، بقى برشلونه بعد الشعلات والحاجات دي، بقى جوارديولا. بقى جوارديولا اهو كده، بقى جوارديولا. ماشي، احنا خرجنا بس يعني بنتكلم على متعه الكره العالميه مع جوارديولا ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونه طبعا، لكن نرجع للدوري المصري بتاعنا والاهداف اللي طلعنا بيها من مباراه المقصه يا كابتن، او النقاط الايجابيه اللي حضرتك شفتها امبارح من مباراه مصر المقصه كانت ايه؟ اولا الروح اللعيبه لعبت بيها على الرغم من الضغط الرهيب الاعلامي اللي واقع عليهم، للاسف ضغط غير مسبوق واقع على يعني هنقول النجوم الكبار ماشي ممكن يعني ايه تعدي، لما الولاد الصغيرين لما يمشي في الشارع، لما يفتح تليفونه، لما يفتح تلفزيون يلاقي الله ضغط ضغط ضغط، ومع ذلك الله بيلاعب تيم مرتاح قوي، بيلعب بشراسه غير طبيعيه. انا ما شفتش المقصه بصراحه بيلعب بالشراسه القويه دي قوي، وانا بحييهم على فكره لان ده حق مشروع، حق مشروع للمنافس ولاي تيم ان هو لما بيلعب بيلعب لاخر دقيقه او يبقى عايز يكسب، لان دي المعدن ده احنا لازم نحييه. حتى لو اللي بيدرب بالمقصه ولد او مدرب من ولاد النادي، لان ده دي التربيه. انا بربيك ان انت لما تخلص للمكان اللي انت بتشتغل فيه، وبالتالي ولادنا لو 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 تشوف اللي راح للشرناوي استثناء الهدف وكان تقريبا خلاص الماتش خلص، مين اظن انفراد الشناوي طلعه وبس. في حاجه تانية؟ لا مفيش حاجه تانية بصراحة. في فرقه مرتاحه وفي فرقه بقى جايه من جنوب افريقيا على الرغم من طياره خاصه بس 8 ساعات. انا عايز اقول للجمهور من فضلك اركب القطر او سوبر جيت ساعتين وانزل شوف جسمك هيبقى شكله ايه من التعب، وانت عامل ماتش وماتش كان تعب سلبي، تعب تعب ماتش كان سلبي، وقبليها انت مسافر قبلها ب 48 ساعه، وقبليها كنت لاعب من الاتحاد لاخر دقيقه. كل ده مش اعذار، مش اعذار، لكن بنقول انه الضغط ده اللي كان واقع على الولاد في ماتش المقصه اعتقد ان هم تجاوزوه ببراعه الحمد لله، وربنا كافئهم ان هم النهارده بيتصدروا الدوري الحمد لله. جميل قوي. والنادي الاهلي لما قوي بيتصدر الدوري بفضل الله ما بينزلش. احنا انا هقولها لك ما بقى. بينزلش لا انا عشان الكابتن عادل بينتقي الكلام، الاهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش
ان شاء الله باذن ربنا زي ما بيقول الكابتن عادل، لان النادي الاهلي فيه تعب وفيه تخطيط وفيه كل حاجه، باستثناء مباراه كانت بره الحسابات خالص خالص. يعني لو حضرنا عفريت كده وقلنا له الاهلي هيخسر خمسه هيقول لك لا طبعا انتوا بتتكلموا في ايه، الاهلي عمره ما يخسر خمسه في صن داونز ابدا يعني. لكن الحمد لله انا عايز بقى بعد يوم السبت ان شاء الله لما نكسب ان شاء الله باذن الله باذنك يا رب باذنك يا رب لما نكسب بقى سته كده ان شاء الله يا رب نفس الاعلام اللي كان بيخبط كده نقول له ايه احنا ما بيتاثرش بكلامك. لا سيبنا انا الحته دي. طيب سيبها لنا الحته دي يا كابتن بس نكسب. طيب انا سايبها لك يعني نكسب بس يا رب يا رب نكسب ان شاء الله علشان حاجات كتير قوي عشان حاجات كتير قوي. لكن حضرتك تتفق معايا ان احنا يعني انا عارف ان في جماهير اهلاويه زعلت قوي وده حق مشروع الجماهير الاهلاويه يقولوا اللي هم عايزينه، لكن انا توقفت ان احنا من بعد المباراه او اثناء المباراه كان لازم يبقى كل كلامنا ايجابي، عندنا ذره امل، ده اللي انا قلته يا كابتن، عندنا ذره امل، لازم نكون في ظهر اللعيبه حتى لو هم ظهروا باي مستوى. لا لازم نكون في ظهرهم. لا مش ذره يا كابتن. لا معلش يعني لا مش ذره. انا فضل. املي في ربنا كبير قوي، واملي ان الجهاز الفني الكف واللعيبه والاداره، الامل كبير قوي في ربنا ان احنا الخمسه دي نعديها ان شاء الله يا رب. والكلام ده لازم الناس تبقى عارفاه انه جمهورنا، انت قلت انه زعلان، ولولا بفضل الله ثم الجمهور ده ما كانش النادي الاهلي ياخد الكم الرهيب من البطولات. اتفق معاك تماما. اللاعب رقم واحد وواحد واثنين وثلاثه وعشره واثناشر. ليه بقى؟ لانه هو دايما اللي في ظهرك بيقول لك انت البطل وانا لا اقبل منك الا انك انت تبقى في الصداره، انا مش اقبل منك مركز ثاني، مركز ثاني يعني الاخير، انا مش اقبل منك اعذار، مش اقبل منك ان انت تقول لي اصل انا الامل ضعيف، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها امل ضعيف، الامل في ربنا كبير. نادي صن داونز لو تقول له تعيد الماتش ده 100 مره 100 مره وتقول له انا هكسب الاهلي خمسه ان هم مش والله مصدقين. والله ما مش مصدقين، هم مش مصدقين انما فعلا. انما اللي انا اتمنى ان كلنا نبقى بنتكلم بصوره ايجابيه، وان النادي الاهلي ان شاء الله الامل كبير قوي باذن الله تعالى. انت لو نزلت المباراه وجبت جولين ثلاثه في البدايه يا رب يا كابتن هيحصل ايه؟ يا رب ده جول واحد بس في اول خمس دقائق هيحصل كتير قوي قوي. هيحصل قوي. جولين ثلاثه ان شاء الله باذن الله تعالى، لان احنا الاكثر نضجا، الاكثر خبره، الاكثر بطولات، هو لازم يبقى جاي يبقى مرعوب منك، يبقى مرعوب، هو جاي قبل الماتش بكام يوم. تخيل كسبانين خمسه وجايين مرعوبين. طبعا جايين مرعوبين والله، لان دي حاجه حلم بالنسبه له ان الحاجه دي تحصل، واعتقد انه برضه ربنا ييسر الخير ان شاء الله. احنا انا يعني تفاؤلي وثقتي في الله انه ربنا، في ناس غلابه قوي من الجمهور وناس متدينه وناس جوه النادي غلابه في النادي، انا عشتهم وشفتهم، اللي بتشتغل في دوره ميه او في العامل اللي بيزرع، كان النادي الاهلي بيلعب في اي بطوله وتلاقيه واقف يقول يا رب، يدعي ويقول يا رب، تلاقي الجول بيدخل. الله. ليه؟ لانه الراجل ده او الست دي في حاجه في خير طالع من القلب، فبيوصل لربنا على طول. الله. فبتبقى البطوله، والله انا شفت واحد سنه 81 اعتقد لما خدنا بطوله افريقيا، لما الكابتن خطيب اظن جاب جولين ومصطفى عبده والثلاث اهداف اللي جم في الاستاد، كان الكابتن جوهري بيدرب التيم الغاني، فريق غانا، كان كوتوكو. كنا بنتفرج في النادي ساعتها، الناس العمال والموظفين يا رب الجول الثاني الثالث، الماتش الثاني جابوا الجول، وبعدين كابتن مختار مع كابتن خطيب بكعبه وراح جايب جول التعادل وخدنا البطوله برضه من يا رب. جميل يا رب. جميل هو قوي. اما الجمهور هيفضل برضه بكره، اسف، يوم السبت ان شاء الله الجمهور مش هيقول حاجه غير يا رب من البدايه، ويا رب ان شاء الله مش هيرجعهم الا منتصرين باذن الله. يا رب يا كابتن عادل، والله يا رب فعلا. الواحد الكوره ما بقتش مجرد كوره. لا ما هيش كوره، لا مش مجرد لعبه. لا لا لا، دي علاقات قويه جدا بين اللعيبه. كنت دايما وانا بشتغل في الدوري الممتاز او في اي قطاع، اعمل نظام اليوم المفتوح، اللعيب يجي الصبح اعمل له الفطار بتاعه اليوم الكامل، الغدا تدريب، وجبه، يقعدوا مع بعض وجبه ويعيشوا حياتهم مع بعض، واجيب لهم الحاجات الترفيهيه اذا كان بلياردو اذا كان شرايط يتفرج على ماتشاته،
وبعدين يبقى في قاعده مع المدرب يهزروا مع بعض، يبقى في نوع من الترفيه، ثم بعد كده ينزلوا التمرين. ترابط قوي جدا، دي حاجه من الحاجات اللي هي العيله والاسره اللي الى جانب التدريب. في واحد ناقصه حاجه على الاوفر، انا بوصل الاوفر بتاعي ما بيجيش مظبوط، لما افضل اكرر مره واثنين وثلاثه وعشره تكرارات هتتعمل الراجل وانا بنفرد المرمى، يبقى في تدريبات خاصه بالزبط. تدريبات تخصصيه بالزبط. كل الكلام ده بيبقى مفيد جدا بالظبط. لكن انا اقصد الكوره كمان تعدت مرحله اللي هي لعبه، بقت مصدر سعاده لناس كتير قوي يا كابتن عادل، ممكن يكون مصدر سعادتهم الوحيد الجمهور الاهلاوي بيتنفس كوره ونايم كوره وصاحي كوره وكل اللي في دماغه اهلي وبس. مش عايز اقول لك انا يوم ماتش مثلا الاهلي بيحصل فيه تعادل او بيحصل فيه خساره بقعد مع الجماهير لغايه بعد الفجر قاعدين نتكلم بقى، طب ايه يا كابتن، طب هنعمل ايه يا كابتن. الجماهير حتى الجماهير كمان تفكيرها اتغير خالص زي ما حضرتك تفضلت كده، مصدر سعاده. انت كرب اسره راجع من شغلك عايز تتبسط، عايز حاجه تبسطك، هتروح سينما ماشي، هتروح تتفرج على فيلم ماشي. كام واحد هيروحوا السينما عشان يتفرجوا ويعني يخرجوا مبسوطين من كام الف الفين؟ انت بتسعد 70-80 ألف مشاهد في المدرج، ثم كام مليون في التلفزيون؟ شوف السعاده قد ايه بالظبط. فهي زي ما انت قلت ما هياش حاجه قليله، بالعكس انت بتشوف كاس العالم كام مليار بيتفرجوا على كاس العالم وكلهم بيبقوا في منتهى السعاده بفرقهم، حتى لو ما كسبوش، مجرد ان علم الدوله طلع والاداء مشرف بيستقبلوهم ازاي في المطار. تمام كابتن عادل، حضرتك بتتكلم بمنتهى الصراحه، انا بحب معاك الحوار بصراحه. يعني الكوره مفهومها كمان اتغير، ما بقاش النادي الاهلي هو النادي المهيمن المسيطر بسهوله. كان زمان النادي الاهلي مش عارف بيلعب مين، النادي الاهلي كسبان، النادي الاهلي في افريقيا، النادي الاهلي هياخد افريقيا، وكان الموضوع سهل وبسيط. التطور الرهيب اللي حصل للكره الافريقيه والانديه والدخل المادي للانديه، اتكلم كمان كدوري، وطموحات المدربين، الحاجات دي كلها اثرت تاثير ايجابي للانديه وبقى سلبي شويه على النادي الاهلي. لا لا يعني لا لا. قلل من هيمنه الانديه الكبيره على الاستحواذ على البطولات بسهوله. يعني دلوقتي لما تاخد بطوله بتاخدها بتتعب فيها، بكلمك بصراحه. مش الاول كان الاهلي بياخد بطوله بياخدها فرق 50 نقطه ولا حاجه، يعني افريقيا كان في ماتشات صعبه قوي، لكن النادي الاهلي كان دايما هو اللي بيروح ياخد، ومعروف النادي الاهلي هيجي بالبطوله. لكن دلوقتي بتاخد بطوله بصعوبه. هل الطفره اللي حصلت، هل التطوير اللي حصل في الكره الافريقيه والتخطيط، واحنا ما بنخططش للاسف بكلامك بصراحه، هل برضو تطور الدوريات، شفنا الدوري السعودي بقى دوري قوي جدا، الدوريات العربيه بقت دوريات قويه جدا مع ان مفيش جماهير، الدوريات الافريقيه بقت دوريات كبيره جدا وقويه جدا، في تخطيط يا كابتن. هل ده اثر بالسلب على الكره المصريه عموما؟ بالنسبه للكره، بالنسبه للنظام المحلي بالعكس، كان الدوري زمان اصعب، كان كل الفرق شعبيه. اوكي، انت بتلعب القناه جمهور موجود، بتلعب اي تيم طنطا اي فرق في الممتاز كان بتلاقي الجمهور. صحيح اول انت ما بتجيب جول بيتحول يشجعك انت بالظبط. يعني انا مسكت شبين ومسكت دمياط ومسكت المحله ومسكت البلديه، الجمهور بيشجعني. اول ما الاهلي يجيب جول الاقيهم بيشجعوا الاهلي وهو جمهوري. يعني انا في ملعبي. على المستوى الدوري احنا حاليا خمس فرق ليهم شعبيه، اهلي زمالك اسماعيلي المصري الاتحاد، و13 نادي مؤسسات وشركات بالظبط. على المستوى الافريقي ابتدى يبقى فيه اهتمام تخطيط بالتخطيط والملاعب واستخدام مدربين اجانب بالظبط، ثم عمليه الاحتراف، الرجوع اللعيبه تطلع اوروبا تحترف، وبالتالي ابتدوا يهتموا بقطاعات الناشئين، اولاد صغيرين. تبص تلاقي اوروبا بتبعت مندوبين ياخدوا الاولاد دول ويدوا لهم جرعات تدريبيه، وتبص تلاقيه بيلعب في الدوري الاسباني في الدوري الانجليزي. انت بتشوف حتى بالنسبه للتهجير، تشوف تيم هولندا معظمه سمر، يعني ناس مجنسين ده كله كان. تيم فرنسا كلهم سمر بالظبط. ازاي؟ طب يعني فده بيبقى جاي من افريقيا من صغره، ثم بيتجنس خد الجنسيه وبيتجنس وبعدين بيلعب باسم فرنسا. كذلك الاهتمام في بعض الدول ابتدت تعمل بنية تحتية في أفريقيا، إلى جانب برضو الحافز الكبير الكاف، لما كان أول يروح تيم أو تيمين
يلعبوا في كاس العالم. دلوقتي بيبقى في 6 بيروحوا كاس عالم من افريقيا، فدي طبعا كلها حاجات حوافز الى جانب بطوله افريقيا دلوقتي بقت مربحه وفيها جوائز قويه جدا، وبالتالي الاهتمام بقى اشمل. صحيح احنا دايما بنادي بالافضل، الملاعب لا زالت غير مستويه وغير ادميه وما تنفعش يتلعب عليها كره قدم، وده اللي انا برضو كنت بطالب بيه المسؤولين في الكاف. من فضلكم التيم اللي ملعبه غير مستوي وغير صالح ما يخشش افريقيا. بنقول كده من زمان قوي يا كابتن، من زمان قوي بنقول كده. طيب الكلام ده لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه خطوه ايجابيه، ومن خلال القناه بتاعتنا دايما حتى نستضيف حد من ال ده احنا تعبنا تعبنا. احمد رئيس الكاف ده ايه المانع ان احنا نستضيفه؟ كابتن شطه جبناه على التليفون كتير جدا، وكابتن شطه يبقى موجود بالزبط. ومع مع الراجل المسؤول عن الكاف نعمل له برنامج تلفزيوني كده ونقول له من فضلك الملاعب ديت ونجيب له الصور، الملعب ده ينفع يتمارس عليه كره قدم؟ هم ما بيشوفوش يا كابتن، هم اللي بينظموا، هم اللي دايرين البطوله، هم اللي دايرين افريقيا اساسا. لكن للاسف الشديد، خلينا نروح نقطه مهمه برضو طالما نتكلم في اسباب النجاح. هل حضرتك بتؤمن بالطبيب النفسي في الدوري المصري؟ انا بؤمن انه الـ يبقى جزء مساعد مع المدير الفني، انما مش هو الاساس، انما هو المدير الفني. المدير الفني هو الاساس، لانه انت الراجل الدكتور النفسي لما تكون انت اخطات خطا في مباراه زي احمد علاء كده، الدكتور النفسي هيعالجه بره الملعب، هيقول له مثلا ما تزعلش في كذا وفي نواحي نفسيه. عشان كده بقول لك في الدوري انما انت كمدير فني بقى لما انت في مباراه وانت كسبانه 3-4 وتروح منزله، دي معناها ايه بقى؟ انا طول عمري بقول المدير الفني هو كل حاجه في الكوره، هو كده، وهو اللي ياخد القرار، هو الاب والام والاخ والاخت والدكتور والعاقب وكل ويشرف وامتى يقعد وامتى. بس برضو في وضعنا احنا بالنسبه للنادي الاهلي لابد يبقى فيه كل فتره يبقى فيه طبعا حساب في النادي الاهلي اخر الموسم، لكن مجرد يبقى في استفسار مع نجم كبير يمثل النادي الاهلي. انا بيحصل يا كابتن اهو كده، بيحصل اهو كده. ليه؟ لان العمليه ممكن انا يعني انا الاقي مثلا ايه زي ما انت قلت جوارديولا مقدم اوراق اعتماده، انا عندي لاعب اسمه احمد الشيخ مقدم اوراق اعتماده 3 سنين في افريقيا في الدوري، هداف دوري واحسن لعيب في افريقيا وفي الدوري اسف، مقدم اوراق اعتماده. لما يجي كارتلون ما يحطوش في ال 18 طول الفتره اللي هو موجود فيها، فاذا يبقى وحتى ما بيقيدوش افريقيا. على فكره احمد الشيخ مش قريبي ولا حاجه ولا يعني، بس هو ابني في النادي الاهلي، مش ابني اللي انا دربته، انا ما دربتوش والله، يمكن قابلته مره واحده في حياتي في احد في عزاء او حاجه يعني. انما ده مقدم اوراق اعتماده زي جوارديولا مقدم اوراق اعتماده. كل لعيب بيقدم اوراق اعتماده لازم يبقى ليه دور ودور مؤثر داخل التشكيل. تعالى نفصل شويه ونرجع للاسئله اللي حضرتك عايز اسالها لك يعني، واللي في العيال محضر لحضرتك. تعالى نفصل شويه واوريك قد ايه بقت الكوره مش حاجه عاديه، بقت اغاني الاهلي في الافراح يا كابتن عادل. وتعالوا اسمعكم صوت نوبي كده جميل قوي اسمه حسن ابو العيله، هو كان بيغني للاهلي في حفله بقى وفي احد الافراح. تعالوا نسمع كده قال ايه الاهلي من الاغاني الاهلي الجميله المحببه لجمهور الاهلي، ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيم. الاهلاوي عارف بيانه من سنين، مش هنقول ولا نحكي تاني احنا مين. الاهلاوي عارف بيانه من سنين، مش هنقول ولا نحكي تاني احنا مين. نسر الاهلي حيفضل طايق في السماء، حيفضل طايق في السماء، واحنا معانا قالوا فالحزب الامين سوا الاهلي ده حياتنا وتاريخه كله بيحصل عن ارض انجازا من صغرنا ورا في الازمه ننسى الانفاق. فعلا مصدر حياه كمان ومصدر سعاده، صوته حلو قوي وصوته مبهج، وكمان اغنيه تحفه جدا هما بيغنوها كمان اخواتنا في النوبه.
شفت لا اهلاويه شفتها يا كابتن. ايه رايك؟ حاجه جميله بكل اللغات، النوبي والاسماعيلاوي وكل حاجه، الاسكندراني، يعني هتلاقي في كل دلوقتي اغنيه في الفرح بيغنوها، في اي مناسبه بيغنوا للاهلي. حاجه قبل كده كنت عارض، كان نفسي يبقى اللقطه دي، مش عارف معاك اللقطه دي ولا برجع، وكان عريس بيتجوز يعني في الحفله بتاعه الزفاف بتاعته لابس تيشيرت الاهلي، وخدت تيشيرت الاهلي يا كابتن، هم الزهر بقى العروسه قالت له عينيه البس بدله وما ينفعش كده، فراح واخد تيشيرت الاهلي وبعد عنها ومتصور بيه لوحده كده وهي وراه، شويه صور كانت بتبين لك لو معانا نفكر الناس بالحاجات دي ونقول لهم قد ايه الاهلي بقى في الدم من زمان كمان، لكن الموضوع دلوقتي كبر قوي، بقى في كل المناسبات اغاني الاهلي شغاله، في الافراح شغاله، في حفلات، في عيد الميلاد شغاله، في الشارع، في كل في كل حته، في القهوه، في كل حته، في المدرسه، في الكليه، في كل مكان بالظبط، وتلاقي الناس كمان متفاعله قوي في الافراح تحديدا، كمان متفاعله قوي باغاني النادي الاهلي، وده اللي بيولد احساس بالجمال والسعاده، ان الشعار الاحمر دايما بيدي تفاؤل وبيدي حماس وبيفتح نفسك على الاكل، وانت بتاكل كده تلاقي بتشوف النادي الاهلي وهو بيلعب شهيتك لما بتبقى مبسوط بتقعد بتاكل تستمتع باكلك لانه حاجه بتمتعك، بتاكل شوكولاته جميله كده مع مزيكا مع سماع حاجه قران جميل جميل، فاهم ازاي؟ فده الاستمتاع. يعني ماذا بعد مباراه يوم السبت يا كابتن عادل؟ سواء لا قدر الله لا قدر الله سلبيه، بلاش تقول بقى لا قدر الله لا قدر الله لا قدر، مش هيحصل ان شاء الله يا رب يا رب، او ايجابيه، شايف الدنيا ازاي بعد مباراه يوم السبت؟ ان شاء الله نكمل في البطوله الافريقيه، وعندنا تحديات كتير جدا في الدوري كمان، لسه عندنا مباراه بيراميدز، المباراه اللي جايه مباراه صعبه برضو، ما فيش حاجه سهله دلوقتي، شايف الدنيا ازاي او رايحه فين؟ انا بحكم اعوذ بالله من كلمه، انا يعني بس انا وانا في النادي الاهلي بالنسبه لي كل الفرق بستعدهم كويس قوي سواء صغير او كبير. جميل. فما فيش مباراه بالنسبه لي صعبه ومباراه سهله، وبالتالي المباريات اللي جايه سواء اي الفرق اللي جايه ايا كان مستوياتها انا بالنسبه لي بحترمها جدا وبادي اقصى اداء عندي، انما انا مش الصعوبه اللي تخليني ابقى نازل خايف، لا، في الخوف الايجابي اللي بيدفعني ان انا اتقن العمل، انفذ تعليمات المدير الفني، اكون قلب واحد مع زميلي، الراجل اللي قاعد في المدرج زي اللي قاعد في ال 18 زي اللي قاعد جوه الملعب، احنا شفنا الجول اللي جه امبارح، شفنا اللعيبه جريت ازاي على زميلها لما جاب الجول، حمد فتحي ولا ازارو؟ فتحي وازارو. اوكي. ازارو كمان يمكن كانت الكاميرا جابت اكتر، اللعيبه وعاشو كل الناس جريت سبرنت ورا الجول وكله، ايه ده؟ ايه الروح الجميله دي؟ الروح دي هي اللي موجوده وهي اللي بتخلي النادي الاهلي بتدفعه للامام دايما، وارجو ان احنا باذن الله تعالى في القناه دايما ندفع انه النادي الاهلي اداؤه ورجولته مفيش اي شائبه فيها، لانه البطل دايما قوي. البطل دايما كده، ان مفيش حاجه صعبه وسهله، انا لما بلعب بيراميدز مش بيلعب كوره وانا بلعب كوره، هو تاريخه ايه وانا تاريخي ايه؟ بالظبط. انا تاريخي ايه وهو تاريخه ايه؟ بالظبط. اللعيبه دي يعني لعيبه النادي الاهلي بحجمها وقدرتها المباريات دي بتبقى سهله قوي بالنسبه لها لما بحترم المنافس. جميل قوي. ودايما النادي الاهلي بيحترم المنافس، مباراة احترام لأي فريق بيصارع على الهبوط أو أي تيم في بينافس على المربع الذهبي، نفس الأداء ونفس الترتيب ونفس الأداء، ما فيش فيه أدنى نوع من الاستهتار أو إن أنا أتعالى على الخصم أو المنافس، استحالة. جميل قوي، تعالى نروح نشوف تقرير يا كابتن عن رأي الجمهور في مباراة الأهلي وسان داونز اللي جاية، وبيقولوا إيه لعيبة النادي الأهلي تحديدا، كان نفسي نشوف التقرير ده بعد ما الأهلي ركب الدوري، بس ماشي، تعالوا نشوف تقرير ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير جدا الكابتن عادل طاهر. كل اللي اطلبه من لعيبه النادي الاهلي يفتكروا النادي الاهلي. انا ما عنديش امل ان احنا نكسب 5 أو 6، انا عندي امل ان احنا يبقى شكلنا حلو، هيبه النادي الاهلي ترجع،
احترام النادي الاهلي يرجع، الجمهور يملى الاستاد بقدر الامكان زي الحكومه ما قالت، التشكيل يبقى مثالي، الملعب يبقى حلو، ملعب نفسه واللعيبه تكسب وتلعب. انا انزل ريلاكس، ما انزلش مشدود، انزل ريلاكس خالص، انا املي ضايع بنسبه 95%. ال 5% دول عشان يحسنوا شكلي كراجل نادي القرن ونادي ليه سمعه كبيره، خد بالك ازاي. انتوا يا لعيبه انزل ريلاكس، العب كوره ودي النادي الاهلي، العب كوره ودي النادي الاهلي، ده اللي عايزه من لعيبه النادي الاهلي مش اكثر. والله نطلب من اللعيبه الهدوء ونسيان النتيجه بتاعت السبت اللي فات خالص، لان خلاص احنا بقينا بنلعب في امر واقع، وانت مغلوب 5، محتاج ان انت على الاقل تجيب 5 ان شاء الله عشان تلعب اكسترا تايم وبعد كده ضربات جزاء، او تجيب 6 وفي نفس الوقت ما يخشش فيك جول، فده مش امر سهل يعني. طبعا المدير الفني امبارح في ماتش المقصه كان مريح بعض العناصر، يعني كده كده معلول بالايقاف، وكان مريح مروان محسن، كان مريح ناصر ماهر، اعتقد دي عناصر كلها هتبقى اساسيه. اهم حاجه اللعيبه تبقى مؤمنه انها تقدر، ولو لعيبه مؤمنه انها تقدر باذن الله نقدر، وربنا يكرم ان شاء الله. ويعني بجد لو اللعيبه حست بالجمهور وحست بالزعل اللي الجمهور بالاعضاء بالمجلس كله عاشوا الاسبوع ده، بجد يعني مش يكسبوا 5 ده يكسبوا 8 ان شاء الله. ايام الخطيب وايام الناس دي اللي تبقى نازله وعارفه انها هتكسب، واحنا كنا بنبقى بنتفرج اننا بنتفرج على اي حاجه براحتنا، مش النهارده بنبقى قاعدين قلقانين زي ماتش امبارح مثلا. اما يعني الواحد يقولي مش عارف، فلازم يهتموا اكتر، واللعيبه على قد ما شايفين جمهورهم يبذلوا مجهود اكتر. اول حاجه اللي انا بطلبه من لعيبه الاهلي يفتكروا حاجه واحده، الاهلي انت بتلعب باسم اكبر نادي في افريقيا، وبالنسبه لنا كاهلاويه اكبر نادي في العالم، فدي كفايه افتكر ان انت بتلعب باسم الاهلي، انا مش عايز اكتر من كده. فهو لو اي لعيب، هم كلهم رجاله وكلهم قادرين، زي ما احنا اتغلبنا هناك في هفوه بالشكل ده نقدر نفوز وبجداره. يلعبوا برجوله، فاهم ازاي، ما يخافوش من حاجه، ما يهبوش الجماهير، ما يهبوش اي حاجه، يبقى عندهم اراده ان هم يعملوا حاجه، فاهم ازاي. وبطلب من الجمهور كمان اللي هو ما يضغطش على اللعيبه، يعني نشجع تشجيع بتاعنا اللي احنا بنشجعه كل مباراه. ليه؟ لان اللعيبه لو حست ان هي مضغوطه مش هتادي. يعني احنا امبارح الحمد لله خدنا 3 نقط مهمين جدا 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 جدا، وان شاء الله باذن الله هناخد الدوري، فاهم ازاي. بس اهم حاجه ما يجيش فينا جون، لو جه فينا جون هتبقى مشكله، ابقى حريص ان انا اامن خط الدفاع واجيب جون والعب على هجمه المرتده برضك، اامن ما بقاش مستعجل، لو استعجلت مش هجيب اهداف، لو استعجلت هضغط اللعيبه، لو استعجلت مش هادي اللي انا عايزه، فاهم ازاي. احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله باذن الله هنجيب 6، و6 مش بعيده، احنا جبنا 6 كتير، صح ولا انا غلطان؟ وربنا الموفق ان شاء الله. والله انا احب ان النادي الاهلي لما يلعب يحسسني ان ده النادي الاهلي، لان في المباراه اللي فاتت انا ما حسيتش ان النادي الاهلي اللي بيلعب، بس هو ده اللي انا بطلبه من لعيبه النادي الاهلي، يعني كثيرا او كتير من الجديه شويه في الملعب، هيحقق الفوز باذن الله وهيوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. والله هو الموقف دلوقتي واخد بالك يعني صعب، انما تكافل فيراتو كانت اول مره الاهلي يحصل فيه الكبوه اللي احنا فيها ديت، واخد بالك الخمسه دي وكده، فربنا يسهل ويتكتلوا كده اهوت، واخد بالك، وبيد واحده كده الجمهور يقف معاهم، واخد بالك، والموقف دوت يعدي ان شاء الله كده اهوت، واخد بالك، لان الجمهور كده اهوت، واخد بالك، يعني هيقف جنبهم، واخد بالك، ومهما يحصل كبوات الاهلي، الاهلي بيتغلب على الكبوات دي كلها ان شاء الله. انا عايزهم بس يستمدوا الروح والقتال من الجيل اللي قبل كده، ويشوفوا الجماهير اللي هي بايته عند نادي سموحه، تشوف التذاكر، يستمدوا الروح دي، عايزين نفرح الناس دي بجد. الناس دي انت خسران 5-0، والناس دي برضو عليها امل 1% اللي انت تيجي برضو هتكسب وباذن الله هتصعد. اطلب منهم ان هم يلعبوا برجوله وبجديه، وتاريخ النادي الاهلي مش قليل على
على اللعيبه والروح بتاعه الفانيله الحمراء، عايزين لعيبه زي بتاعه زمان كده، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للعيبه وللنادي الاهلي باذن الله في الماتش اللي جاي. طلب الجماهير كله، يعني مش طلب انا، طلب الجماهير كله وكل اعضاء النادي وكل حد في مصر زملكاوي او اهلاوي، كله بيطلب من النادي الاهلي ان هم يلعبوا بروح الفانيله الحمراء، وهم رجاله وعلى قد المسؤوليه ويقدروا يفرحونا ان شاء الله ويلعبوا، بس يعني النتيجه دي بتاعت ربنا. اهلا بحضراتكم من جديد، دي كانت اراء الجماهير الاهلاويه في مباراه سان داونز والاهلي ان شاء الله يوم السبت المقبل، وكله تفاؤل وان شاء الله يكون في تفاؤل زي ما قال كابتننا الكبير الكابتن عادل طعيمه، ان شاء الله ومتفائل بنسبه 100% وان شاء الله كلنا تفاؤل وامل في ربنا كبير وثقه في ربنا وثقه في تاريخنا ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه كبيره باذن الله. عايز اقول لكم ان بيراميدز والاتحاد السكندري، اتحاد سكندري سيد البلد متقدم على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، كابتن حلمي طولان متقدم بهدف مقابل لا شيء. عايز ابارك مره تانية لنادي المصري بقى في المركز الرابع، والكابتن كبير كابتن ايهاب جلال اللي بكنيله كل احترام بقى في المركز الرابع، عمل نتائج ولا اروع مع النادي المصري، طلع بيه من مراكز متاخره كابتن عادل، مركز متقدم وكسب كمان النهارده نادي الزمالك بكل نجومه واحتل المركز الرابع. الدوري شيق جدا والنتائج متقلبه، ده في الاول وبس، خلاص الاهلي الحمد لله يفضل في الاول باذن الله اخر باذن الله تعالى. طبعا العينه اللي حضراتكم جبتوها ديت، اولا عينات كلها اتفقت على حاجه واحده، وهو انه بيطلبوا من اللعيبه يتذكروا النادي الاهلي، هم والله متذكرين وكل حاجه بيكسبوا على طول كل حاجه، لكن هناك انا بحب اقول الكلام ده يا كابتن. ادي حاجه. الحاجه جميل. التانية انا يمكن وجهة نظري اللي بيقول نسبتها 5% 1%، انا مش معاه في الكلام ده. اذا انت مشجع للنادي الاهلي وبتشجع النادي الاهلي على مدى تاريخك، تعرف النادي الاهلي عمره ما بيستسلم للاحباط، عمره ما استسلم للاحباط، على طول باستمرار هناك الجانب الايجابي واللعب الاخر دقيقه الله عليك. واللعب في كل بطوله. الله عليك والله. انا مش عايز اقول لك، يعني مبسوط قد ايه من كلام حضرتك. الله يخليك. لان انا من امبارح عمال بقول نفس الكلام، وانت عارف الجماهير الاهلاويه بتبقى زعلانه قوي، فهم يعني بقول لعيبه الاهلي طول عمرها رجاله وطول عمرها عند حسن ظننا، مش معنى ان حصل الماتش كده كان فيه غياب كلي عن كل حاجه في اي حاجه في لعبه كره القدم، مش معنى كده ان احنا نيجي عليهم. ان شاء الله ان شاء الله يرجعوا لنا الثقه تاني والثقه بسرعه، والثقه عمرها ما بتروح من لعيبه النادي الاهلي يا كابتن عادل على مر العصور زي ما حضرتك بتقول. احيانا بعض الجماهير بتبقى بتتاثر شويه ببعض الاعلاميين اللي بيناله بيحاولوا ينالوا من النادي. جميل قوي. فالتاثر ده بيبقى فئه قليله، والفئه القليله شباب النادي الاهلي بعواجيز وستات وبرجالته بكله عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وبالتالي مش هينالوا ابدا من النادي الاهلي من خلال مباراه او بطوله، لا يمكن ده هيحصل. واعتقد انه ولادنا يوم السبت ان شاء الله هيفرحوا النادي الاهلي وهيفرحوا مصر كلها باذن الله تعالى. الساعه عدت معاك هوا يا كابتن. انا تحت امرك والله بجد وامر النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما متالق ودايما بتنورنا وبتشرفنا وبنسعد ونفخر بيك. ربنا يكرمك. شكرا جدا كابتن. نبارك لك ان شاء الله ونبارك لجمهور النادي الاهلي مصر ان شاء الله. ده انا مش هسيبك يوم السبت ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. كل التوفيق لجمهور النادي الاهلي ولفرقه النادي الاهلي، وخلي عندنا ثقه وخلي عندنا دايما الدوافع وفي ظهر فرقتنا على المره وعلى الحلوه، وانتوا دايما كده، وانتوا احسن حاجه في الدنيا كلها والله العظيم. عشان كده بزعل بس لما حد يعني بيزيد من تسخين الجماهير اللي هي بتبقى عايزه ان احنا نواجهها نقول لها لا، او خلينا في ظهر النادي وما تزعلوش، حتى لو زعلوا احنا مننا شخصيا، لكن ان شاء الله دايما في ظهر النادي وانتوا دايما بتضربوا اروع الامثله. نسر الاهلي بيحلق دايما فوق، ونسر الاهلي خلاص تربع على عرش الدوري ورجع لمكانه الطبيعي ان شاء الله. مش هننزل باذن الله، باذن الرحمن وبثقه كبيره جدا مش هننزل من هذا المركز، كل حد راح في مكانه الطبيعي. بتشرف بيكم دايما، وبعد الفاصل هيكون معاكم زميلي العزيز محمد سعيد مع النجم حسين شكري، استنوهم وشكرا جدا لحضراتكم.